يلا تحب تربح انت الكهرباء سوزوكي سويفت اللي قاعد تشوفيها بعد على 85 840. جاوب على قد ما تنجم الاسئله باش تقوي حظوظك وانت تكون الربح. دونك ضيفنا متعدد المجالات ولكنه اختص في الفترة الأخيرة، جلب الانتباه بطريقة العمل متاعو. هو في الأصل إعلامي ولكن يبدو أنه بعد على الإعلام وماشي في ثنية جديدة مش جديدة. شنو عنده يقول اليوم باش نستقبلوه في لعبة 30 سؤال عندي ليه أنا وبلال. 30 سؤال أكيد باش يجاوب عليهم بكل صراحة. سعداء باستقبال نزار الشعري، مرحبا. مرحبا مرحبا سي نزار، جمهورنا يحب يسألك. لاباس، شكرا. الحمد لله لاباس. شنو أحوالك؟ الحمد لله الحمد لله. مرحبا بك. دونك بما معناتها أنت إعلامي بالأساس وباش يقعد تكوينك إعلامي، علاش؟ لأنه فما برشا خدم كي تبطلهم نجم تنسى، أما الإعلام هو الشيء يجري في دمك ما تنجمش، حتى في اللي رافيك تعمل فيه تستعمل برشا الإعلام، معناتها اللي تعلمته وتربيت به في الاعلام ديما تخدم به. انا اعتقد انه وقت واحد شب على شيء يشيب عليه، حاجه عاديه. انا بديت الاعلام توا تقريبا 30 سنه 93، يعني عام الجاي لازم نخرج روتريت من المفروض. فحاجات عاديه انك تكون عندك دي ريفليكس تربيت عليهم وتعلمتهم في المجال نتاعك ويقعدوا معاك. معناها نجم تخرج روتريت، اما بالاعلام روتريت ان شاء الله تجيب لك ليسونس كرهبتك. وفيت الحقيقة تجيب معناتها شوف المستوى اللي وصلنا له الحقيقة، باش ما نبداوش نكذبوا على العباد. يعني يعني اليوم نوفل الورتاني ولا نزار الشعري ولا أسماء كيما هكا، الحقيقة شكرا سيدنا مع بعضنا. أنت خير مني تو، أنت اللي مازلت في الإعلام، أنا خرجت من الإعلام. زونا به. يلا نزار، باش نسألك 30 سؤال، 24 أنا، 6 بلال في حوار الصراحة، وأنت احنا متأكدين أنه أنت تعرف تجاوب، فما اللي تحب تاخذ وقت، اللي ما تحبش عما بمعدل دقيقة لكل سؤال. يلا، اليوم مسموح لنزار الشعري بأنه يدخل الأماكن العامة دون جواز تلقيح لأنه معروف، ولكن أنت هكا قاعد تخالف في القانون. سديبون القانون، انا اولا مانيش متاكد من انه على خاطره معروف، على خاطر بكل بساطه لو كان الدور كيفي في تونس تو تلقى انه قله من الاماكن العامه اللي يطلبوا مثلا جواز الصحي. يعني اليوم انا نعتقد انه ثم نوع من السكيزوفرينيا او النفاق المجتمعي الكبير. هاكا اطلبوا جواز صحي، لكن الحقيقه والواقع ما ثماش طلب جواز صحي. في المقابل ثم عدد كبير من الناس اللي فقدت الشهاري نتاعها، فقدت الترتيب الوظيفي نتاعها في جره سميها انا هالنفاق الاجتماعي هذايا، واللي يلزم يتصلح وجاء الوقت باش يتصلح. مات يزينا من هالحكايه هذايا، يلزمها توفى الجواز الصحي وكل ما جاء بعده. زوجتك، بنتك، الوالد، الوالدة، كلهم مش ملقحين؟ الكلهم ايه. انت اقنعتهم؟ سؤال فرعي، انت اقنعتهم ولا لا؟ كنا مقتنعين. يعني شنو اللي لقبه الشعري مقتنع من غير تلقيح؟ لا مش اللي لقبه الشعري، انت سالتني على زوجتي وبنتي والوالد والوالده ربي يفضلهم واخويا واختي. اذا العائله حكينا في الموضوع برشا، ناقشناه مع بعضنا، كان ثم شكون بور وشكون كونتر، في الاخر اقتنعنا انه التلقيح بالنسبه لينا ماهوش حاجه لازمه، عكس برشا في المجتمع التونسي. لكن كيفنا زاد برشا، يعني انا اعتقد انه كيفنا تقريبا نص المجتمع التونسي. اعتقد انك تبالغ شويه. لا مش مبالغ، هذا الواقع. يعني انت اليوم مثلا اخر الاخبار تقول انه ثم 6 مليون تقريبا ملقحين. 6 مليون هذوما لو كان نشوفوا قداش فيهم من باس مضروب ومن تلقيح مضروب تو نلقاو انه اقل من 50% من التوانسه فقط ملقحين، والباقي غير راغبين في التلقيح حتى في مستوى رفيع. يعني ثم طب وثم رجال امن وثم رجال في ادارات كبيره يعتقدوا انه خطا كبير اجبار الناس على التلقيح. الناس اللي تحب تلقح ولقحت وضربنا بالبون باش التلقيح يكون موجود حقهم، وهذا يعني حقهم حقيقة، والناس اللي تشوف أنه التلقيح زاد حقهم في الاختيار. في فترة، سؤال الثالث، في فترة طنبك الكورونا كل الناس قاعدة تموت، ما كنتش خايف لمثلا تتسبب في عدوى لشخص، نجم حتى تقتل شخص؟ لا ما كنتش خايف؟ لا بالكل. إيه شنو اللي قاعدين يموتوا وقتها؟ وهم. شوف أنا كنت حاضر مؤخرا في برنامج تلفزي وشفت حكاية أثارت انتباهي برشا. كان للأسف واحد فقد البنت نتاعو و
في الإجراءات اللي صارت فهمنا أنها ما ماتتش بالكورونا ولكن لصقولها الكورونا كسبب وفاة. أنا أعتقد أنه ثم برشا عبيد للأسف توفاو هكا، ما تسنيش على السبب خاطر ما نجمش نقول السبب ما نعرفوش، ولكن انا نقول انه ثم برشا تساؤلات من المفروض الصحفيين والصحافه الاستقصائيه تخدم عليهم اكثر من المواطن نزار الشعري. السؤال الرابع، نزار الشعري اعلامي معتزل ولا اعلامي بطال؟ اعلامي نعتقد روتريتي، يعني كملت مرحله الاعلام ننتقل الى مرحله اخرى. معناها ما معنى روتريتي؟ معناها انا عملت 10 سنين اذاع وكانت اخرها مع بعضنا كنا خدمنا في موزايك وخرجت منها في ماي 2004 ومن وقتها ما رجعتش للاذاع. من 2004 تقريبا حتى 2016 عملت كارير في التلفزه في برشة تلفز، وقت كملت اخر برنامج ما رضاء الله الا برضاء الوالدين كملت التلفزه وما رجعتش للتلفزه، بديت كارير نتاع اعمال في 2008 واليوم نواصل فيها، ولكن نعتقد انه الجاي مش يكون حاجه اخرى، مجتمع مدني، عمل جماعي، عمل سياسي، كل واحد كيفاش يرتبه وقت يوضح تو يظهر للعيان. السؤال الخامس يقول انه نزار الشعري خروجه من الاعلام مش بسبب النشاط هذا، لانه بدا بقوه في الاعلام ثم نهايته كانت اقل من البدايه، تجارب نتاع لايف في تلفزات اقل من اللي خدم منهم في البدايه، يعني خروجك من الاعلام كان نوع من ما تخطيط الفشل في نهايتك. هذا شوف انا كلمه فشل نسمعها برشا، لكن انا ما عنديش في قاموسي كلمه فشل، يعني نعتبر كل تجربه مريت بها يا اما ربحت منها حاجه يا اما تعلمت منها حاجه، وفي النهايه حتى الاعلام نوعا ما هو خرجت من الباب الصغير من الاعلام. انت مثلا وهذايا يعني ما نصورش هذا كلامك، انت تعرف اني انا ما خرجتش من الباب الصغير، لكن ثم بعض الالسن الخبيثه، ثم بعض الصائدين في المياه العكره يحبوا هكا نوعا ما يظهروا سواء لاسباب سياسيه او لاسباب حسد الى اخره الى اخره. انه نزار الشعري خرج من الباب الصغير، لكن الحمد لله انا اعتقد انه التجربه اللي قمت بها سواء كان في الاذاعه ولا في التلفزه والاعمال كلها كانت فيها الباهي والخايب، النجاحات ونوعا ما التجارب تعلمت منها، وانا راضي على التجربه في كلها، معناتها هذا لن يؤثر سلبا على نفسيه نزار الشعري. فوالا ما خرجتش، معناتها باش نقفلوا مع بوضوح خاطر ما نفهمش ساعات برشا كلام، ما خرجتش من الباب الصغير من الاعلام. بالكل، انا اعتقد انه ما رضاء الله الا برضاء الوالدين اللي كانت تجربه بالنسبه لي روحيا مهمه جدا، يعني ثم عباد برشا يقول لك التجربه فلوس، التجربه اوديمات، التجربه انا عملت الفلوس، عملت الاوديمات، عملت الشهره، عملت التعدد في التجارب. ولكن ثم جانب روحي في اخر المرحله نتاع التلفزه على الاقل كان اهم بالنسبه لي. قلت على سمير وافي اعلامي فاشل في حين انه في نسب المشاهده برامجه حقت نسب مشاهده اكثر من برامجك، شوف علاش قلت عليه فاشل؟ اولا مش اول مره نقول على سمير اعلامي فاشل. ما عنديش علاقه الحكايه. اي وما هيش اول مره نحس بالذنب من بعض. فوالا لانك انت في ديسكورك ضد كلمه فاشل وفشل. انا نقول انه اللي خلاني نحس بالذنب اساسا انه نهار تعديت الحصه اللي قلت فيها انه مش اعلام فيه فاشل، انا قلت ما نمشيش للبرامج نتاعو، وهذا راي شخصي، كما هو لو لوندوما عمل تدوينه واعطاه راي شخصي، يعني انا ما نتقلقش بما اني سمحت لروحي ولو اني ضد حتى البرامج اللي وصرحت به قداش مره، البرامج نتاع التقطيع والتريش نتاع العركة الحمام هذيا، لانه انسانيا انا سمير اصدقاء في النهايه، لكن انا ما يعجبنيش الستيل نتاعو ويجم هو ما يعجبوش الستيل نتاعي. انا اللي قلقني في الحكايه انه نهارت اللي انا خرجت الحكايه في التلفزه نهارتها الهايكا وقفت له البرنامج نتاعو للسبب اللي قلت عليه انا. اذا الحقيقه نحس نوعا ما ذنب كبير في الموضوع، وانا نتاسف من لباس شو السمير، راهو سمير اصدقاء البارح واليوم وغدوه، وراهو هذا ما ينحي حتى شيء من قيمتك كانسان، ما احناش متفاهمين في الخط التحريري، هذا حقي وزاد حقك انك انا ما نعجبكش. معناتها انت موافق قرار لايكا بايقاف برنامجه؟ اي ايقاف نهائي. شوف هذه من بعد ذيك ترجع امور الهايكا، انا مانيش موافق على وجود الهيكا اساسا. موضوع اخر. انا اليوم نعتقد انه برامجنا التلفزيه يلزمها مش تسمو بلغة تسمو هيك اللغة المضروبة معناتها لا، يلزمها تضيف لي حاجة، يلزم وقت نتفرج أنا والعائلة والناس وكذا، سورتو لي برايم. أنا هو هذاك هو مشكلتي، لي برايم نتاع لي راديو معناتها الإذاعات الصباح في اللي ماتينال وفاك نص نهار البرايم والتلفز ابارتير من 8:30 خويا كيف نتفرج، نحب نستفيد، نحب تزيدني إضافة، للأسف ماهوش موجود في كل البرامج. واضح كلام الناس، تجربة ما طولتش وسامي الفهري استغنى عليك، لماذا؟ والله نسأل سامي الفهري خاطر انت عوضني بعد دونك اساله. شوف هو للامانه كنت تتذكر وقت جاء البرنامج في 2009 بديت به انت
وكان اسمه كلام الفن على خاطر ما حبوش فيه بوليتيك في تونس سبعة. وعملت حلقة عديت البرومو نتاعها وما تعديتش ذهلي. ما تعديتش دونك في الاخر انت حق به البرنامج. لكن وقت سامي وقتها كان في سويسرا كان تتذكر وعيط لي باش نجي نقدم البرنامج على خاطر هادي وعلاه ما اتفقوش على طريقة التقديم نتاع البرنامج. انا جيت بدون معناتها حتى لا حكيت في شهرية لا حكيت في كذا. جيت لانه اصدقائي حاجتهم بيا. شنو تجاوب العبيد اللي قالوا بدلت الموضوع سؤال آخر أنه نزار الشعري روج إشاعة أنه عاون قيس سعيد في الانتخابات فقط باش يحير اسمه؟ والله الحقيقة هذه أنا منيش أنا روجت الإشاعة وللأمانة كنت نستنى ونتمنى أنها ما تخرجش الإشاعة. ما فماش واحد يروج إشاعة على روحه نزار. لا ثم وإحنا نعرف أنه في المجال ثم عبيد لا معناتها يروجها بسرقة مش هو يقوم يروج. أنا يا سيدي بعد الانتخابات نتاع الدور الأول ظهر لي في الانتخابات اللي فاتت بنهارين نشوف تونيزي تيليغراف مجلة إلكترونية مهبطة مقال مخدومة محرقس بالها هو علاش قيس سعيد طلع وراه نزار الشعري. أنا كتبت أنه يعطيه الصحة على الخدمة خاطر مخدومة بشكل حرفي كبير ولكن هذا الكلام ما عنده حتى علاقة بالموضوع. وفي كل لقاءاتي التلفزية والإذاعية التي تلت نقول أنه شرف لا أدعي. علاش؟ لأنه بطبيعة شرف أن يكون معاون رئيس جمهورية يعني أنت عطيتني مكانة كبيرة. ولكن للأمانة أنا عمري ما قلت أني عاونت قيس سعيد. سيفري انتخبت وسيفري كنت واقف وقلت أنه انتخابه مش يكون ثورة ولكن لدرجة انه جون افريك تهبط نزار شعري لومبر 2.0 دو بريزيدون سعيد والا العربي بوست تهبط نزار شعري صانع الرؤساء. انا بالنسبة لي هذا الكلام لا يلزمني معنا. لا كذب. اي كذب. فوالا لا يلزمني تتفهم بثلاث مرات. تحب كذب. وعلاش في معناتها المستوى اللي انت فيه تبعث رساله وتقول له حطني مستشار اعلامي معناتها عملتها بوغ لو شو ولا تحب الحقته اللي مستشار اعلامي؟ خاطر انت شفتني عاده باهي لهنا سؤال مهم برشا. لكن انت شفتني نهار انا قلت انا بعثت رساله؟ هل قريت لي تصريح قلت انا بعثت فيه رساله؟ لا. باهي شنو معناتها؟ معناتها انا كنت نتمنى بعض الاعلاميين اللي هبطوا اني انا بعثت رساله يسالوني. ما تسالتش السؤال هذا. انا باش نجاوب سؤال اخر. هل تعتقدوا اللي يبعث رساله للرئيس الجمهوريه رساله رسميه يبعثها واتساب بي دي اف ونكتفي بهذا القدر؟ فوالا صحيت خطر وي خطا مهني حقني شاورتك قبل ما قعدت بيت. يعني الرسائل اللي تبعث بشكل رسمي يعني واللي يخرج الاشاعه هذه علاش؟ اون سون فو. هما انا الاشاعات انا كل نهار يخرجوا اشاعات يعني ما احناش اشاعه بري. ولكن اليوم حتى اعلامي مسالني مع انه هبطت عليها واثرت برشا حبر مسالني هل انت بعثت رساله ولا؟ نزار الشعري قبيلي قلت حتى نعرف شنو باش نقرر مشواري. واضح انك تحب تعمل مشوار سياسي ولكن في هذه ما تختلفش على بقيه السياسيين باش تخليها اخر وقت. يقولوا انه نزار الشعري قاعد يبني في مزيج بين قيس سعيد ونبيل القروي. نجم تزرع شجرة كما تنجم تعاون الناس كما تنجم تعمل حوار في الجامعات أميلونج ذكي ينجم بعد إكس طن يعطيك نسبة رهيبة. علاش احنا نحب نحطوا دي تي كي معناتها إتيكيت نسميه نحن على لأنه الأمثلة يعني واضحة قدامنا. أنا الحقيقة نشفت برشا عبادة يحبوا نزار شعري يشبه العيش تونسي ونزار شعري نبيل قروي صغير ونزار شعري قيس سعيد يحبوا يجيب صوت. يعني شوف أنا نحكي على النجاح لأنهم زوز أكثر زوز تجارب ناجحة في الانتخابات الفارطة. أنا أعتقد أنه نزار شعري يشبه نزار شعري بموروث نزار الشعري. حاول ما تتهربش على السؤال. سؤالي يعني واضح. إجابتي واضحة. أنا ما نشبهش لا القيس سعيد ولا النبيل القروي. أسلوبك يشبه. أنا نعتقد أنه أسلوبي موجود ومعتمد من جميع السياسيين في العالم إذا صح التعبير. يعني أنت في كل أنحاء العالم مش تشوف سياسي يزرع في شجرة ويعطي في محاضرة في وسط مجموعة من الطلبة وممكن يكون يعاون إلى غير ذلك. إذا ما هماش قيس سعيد ولا نبيل القروي ولا عيش تونسي هما اللي خلقوا هالسيستم هذوما. ساعة خرج عيش تونسي. خاطر عيش تونسي بدأت تخدم شهرين قبل الانتخابات. أنت بالنسبة ضئيلة جدا. معناتها بدأت قبل الانتخابات. وما نجحوش. في حين نقطة قوة نبيل القروي وقيس سعيد اللي هو سبقوا برشا الانتخابات وقبل سنوات بداوا يخدموا وهذا اللي عم فيه نزار الشعري. سؤالي ليك هل أنت ناوي الانتخابات الجاية ولا بعد مدة؟ يعني القوة نتاعك أنك سبقت برشا الانتخابات في العشرينات ولا في الثلاثينات ناوي تترشح؟ أنا مش نجاوب بكلمة نحبها عند الأستاذ قيس سعيد. عندما تأتي اللحظة ستأتي. قيس سعيد شعبي عليك انت تحاوز في سيارة مضخمة الفاخرة هذيك بعتها وخديت بريسك شعبية السيارة الجديدة نتاعي.
شعبية مو زائفة تولي. لا شعبية في النهاية، المهم أنت ما تجيبش تقول خاطر ما تجيبش تعمل إشهار ضد الشركة اللي عطيتك. ولكن أنا السيارة متاعي تو تعتبرها متوسطة باش ما نقولوش شعبية. سي بيان كو معناتها تخمم في التفاصيل الكل. ومش وحدي نخمم يعني الحمد لله، ثم إيكيب كاملة تخمم، والإيكيب هذية قاعدة تعطي في الأكل نتاعها. شوف اللي يخمم وحده ولا اللي يعتقد أنه وحده ينجم يوصل للحاجة راهو ضعيف برشا في مخه. ثم مثل يقول وقت تبدأ تجري وحدك تجم تمشي فيسع، لكن وقت تبدأ تجري وفي مجموعة ومتكاملة تجم تمشي أبعد. وأنا من رأيي الثاني. الشعبية الكبيرة لقيس السعيد خلت معظم الناس متأكدين أنه الانتخاب الجاي باش يربح هو. تنجم تواجه قيس سعيد في انتخابات رئاسية؟ لا أنا قلت أنه قيس سعيد مش يترشح في الانتخابات الجاي. مش معناتها قلت خبر ولا لا خبر رأي أو خبر؟ لا أنا أعطيت يعني في حوار وأؤكده اليوم. لا لا فسر لي رأي أو خبر. أنا نعتقد سيدي خلينا نعديها لك في شأن الرأي. والرأي حر كما تعرف. أنا أعتقد أنه قيس سعيد لن يترشح في الانتخابات القادمة. وباش نسألك سؤال ما تفاجئنيش بجاوبك، وشنو السبب؟ السبب أنه اللي حابب يعمله وجاء على خاطره عمله وانتهى الموضوع، سيمر إلى شيء آخر. رأي أم عندك معلومات؟ لا رأي، ديما رأي، خاطر كي كذا نقول عندي معلومات نأكدوا حاجة مازلنا كين فينا. واضح. عبير موسي قالت نزار الشعري هو النبيل القروي رقم 2، دونك عبير موسي يتخمم كيفي في أسئلتي ودعات رئيس الحكومة حتى لمقاومتك. الرد متاعك قلت لها هيا نخدموا مع بعضنا، الرد متاعك تفادى المواجهة مع عبير موسي، خاف منها؟ لا ما فهمش علاش أولا لا اتهمتك. اي تجم تتهم اخي، مش الاتهام الوحيد، قلت لك انا قاعدين وممكن من اكثر العباد اللي اتهمتني في الثلاثه اربع شهور الاخرين. سيدي مش من ثلاثه ايه معناتها انت تهاجم سمير وافي ما تهاجمش عبير موسي. شوف اولا انا سمير وافي وقت نهاجمه بمحبه معناتها في النهايه كما قلت لك صديق، وانا اعتذرت ما زلت اعتذرت منه. عبير موسي انا ما نعتقدش قلت له اعتذر على فاش لما برنامجك لازم يقف. لا اعتذارك اللي لا اعتذار انساني. لكن حرفيا انا على رايي كمل. بالنسبة لعبير موسي ماهيش هي تختار وقت المواجهة، فماش علاش تنزو في فن الحرب يقول لك من أهم الأشياء يلزمك تختار وقت المعركة. أنا ماهيش معركتي عبير موسي، وما نتصورش إني أنا معركتها، وقلت لها برشا مرة راك غالطة في المواجهة أو في الخصم، مانيش خصم أنا لعبير موسي، وعبير موسي أنا دستوري كيفها من المفروض. داير ثم برشا تساترة ما يحبوش يمشيوا مع عبير موسي يتصلوا بيا باش اواجهها، نقول لهم لا راهو في الاخر تساترة ما يلزمناش نسيبوا بعضنا. قلت مره قبل انا تجمعي وتو مش وقته، انت دستوري كعبير موسي في فتره ما هي الوحيده اللي دفعت على تساترة، معناتها خبيت شويه انك دستوري في فتره ما كيما برشا توانسه. انا نعتقد انه اولا انه لو كان ترجع الحوارات انا عمري ما انكرت لي انا دستوري، داير ثم فيديو امام مش وقت الحديث فيه، انا ثم فيديو اللي من اول نهار في 2011 بعد الثوره موجود يدور ويسرك اللي انا نذكر فيه في الرئيس بن علي ربي يرحمه معناتها. دونك وهذايا عمره ما قلقني من نهار الاول هو يسركل، وانا عمري ما قلقني الفيديو هذا. داير عاودوا خرجوه في سلسله نتاع صور، انا نشكر في بن علي، من بعد انا نسلم على ذهلي رشد غنوشي، وانا نسلم على بيجي قاتسبسي الله يرحمه، وانا في الصوره اللي وريتوها تو انا والرئيس قيس سعيد. حسب رايهم باش يوريوني انا متلون وانا متسلق، وانا نشوف فيها انسان موجود اعلاميا، موجود سياسيا، موجود في الحركات السياسيه الخفيه. السياسه راهو ثم وجه ظاهر واوجه خفيه، وفما شكون يشوفها انت مع الواقف. علاش لا؟ جزء من السياسه زاد كيف كيما التوانسه الكل داير، وانا نشكر التوانسه اللي ديما مع الواقف. انسحبت قبيلي قلت في اخر وقت، هل خفت انك تكون حاتم بولابير 2 من ناحيه النتائج؟ لا بديت، اولا نحترم حاتم من ناحيه قلت من ناحيه النتائج يعني انك تجيب 0 فاصل ولا 1. هقول لك علاش انسحبت، على خاطر لو كان انا ترشحت النتائج ما كانش مش تكون كما اللي شفتوها في ما معنى؟ بمعنى انه ثم تغييرات في المراكز. تغييرات صفريه؟ لا مش تاثيرات صفريه، تاثيرات في الثلاثي الاول نتاع التوب بوزيشن معنا، وما كانش باش يكون به لانه حابين الرئيس قيس سعيد يكون موجود. نزار لهنا مغرور شويه انت. وعلاش ليه؟ شنو صافي سعيد جاب 7، حمل همامي جاب 1. شنو المانع؟ تغييرات في التوب 3 شنو المانع؟ يعني انت الكلام يعني بفلوس؟ الكلام بفلوس هو؟ لا 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 اي هاني قلت لك انا يعني انا مش بالفلوس ما هم الفلوس. انا اليوم انا نزار الشعري معناتها انت انسحبت باش تخلي قيس سعيد يطلع؟ اي
ردها علي إن استطعت. نفس جمهور عندكم؟ نفس الجمهور. وعليه ضحيت بروحك؟ مش ضحيت بروحي، خاطر في النهاية ما ضحيتش بروحي، أنا بنيت، أنا ربحت برشا حاجات وقت جبت. أولا بينت أني مانيش مزروب، ثانيا بينت أني نخير المصلحة العامة على مصلحتي الشخصية، ثالثا واللي هو أهم ربحت برشا علام من العملية الانتخابية في حد ذاتها، لأنه العملية كنت موجود فيها معنا. لو هذا الكلام صحيح هي. قيس عايد يرالك به قاعد؟ أنا ما طلبتش منه باش يرالي به، وما ثماش علاش يرالي به، ما حكيتش على طلباتك هنا. وانا قلت لك لا، انا طلبت منه. هل قيس عيد يعلم به؟ ما ثماش علاش. هل قيس عيد يعلم به؟ ما نتصورش. هاني نحيت عليك كل حرج. مالا مقالات جون افريك والمقالات اللي تكتبت عندها باز اللي انت كذبتها. انا بالنسبه لي كما قلت لك نعتقد ان المقالات هذيك زايده اساسا وغير موجوده، يعني زايده وغير موجوده. لم تكذبها يعني؟ لا، انا ما زدت كي كذبتها معك. اي اما نزار يا اخي كذبتها في السؤال الخامس، كونفيرميتها في السؤال العاشر. ما كونفيرميتهاش. ليه؟ لا ما كونفيرميتهاش. ليه نزار؟ انا قلت انه شرف انا لا ادعيه، انتهى الموضوع، ما تساهل من بعد. انا مسؤول على كلامي نوفل. اي واضح واضح. اي كهو معنا. باش ترشح الانتخابات الجايه؟ وقتاش هي الانتخابات الجايه؟ ما نعرفش. ما قول لي خاطر اذا الانتخابات الجايه دون تروا موا الحقيقة بتتر ننظر في الموضوع. مو إذا 2024 ممكن تولي فيها وعليها، وممكن لو كان الانتخابات مثلا نقولوا في آخر 2022 ولا ديبيو 2023، وشكون مش ترشح يلزمنا نحسبوها معناتها. تو نرجعوا في حلقة سبيسيال من لاباس شو ندرسوه الموضوع هذا. اي معناتها لو مازال بكري معناتها. ومرهونة زادة، هل سيترشح قيس عيد أم لا؟ اللي أنا قلت أنه مش يترشح. باهي باهي معناتها اصبر شوية معناتها الصبر. لا أما باهي الحلقة أي. الحقيقة باش تبوزي باهي عالمية. أما مزودة باهي باش تصبر شوية معناتها. أنا ديما صبور، أنا صبور جدا مش أي. شوية معناتها قيس عايد قال لك اصبر شوية. أولا ما قاليش، علاش نكذب نقول كلام غلط على الراجل؟ ما قاليش شيء قيس عايد، ما حكيناش فيه الموضوع. علاش ما تبداش درجة درجة؟ علاش ما تكونش رئيس بلدية؟ علاش ما السلطة لو عندك طموح ما تتعلمهاش بستركتور رئيس بلدية نائب في مجلس النواب؟ معناتها علاش ما تخوش 10 في مجلس نسنة؟ وهذه غلطة برشا وجوه طلعت فلاش وطاحت فلاش. بون لي كونت تعبيو نتاعهم اما مش مشكل، ما عندكش مشكلة فلوس انت، اما علاش ما تتعلمش ده. السلطة لانك خارج السلطة لا ما تنجمش تكون عندك تجربة. على ما تبداش؟ سؤال مهم جدا داير. السؤال هذا ناقشناه برشا اون انترن في ليكيب. ثم عباد مجعولين باش يبداو خطوه بخطوه ويعملوا المسار من المحلي الى الجهوي الى غير ذلك. انا المسارات هذه عملتها وقت كنت صغير. اش معناتها؟ معناتها وقت كنت في طلبه التجمع في الشباب الدستوري الى غير ذلك، عملت المسارات المحليه والجهويه ووصلت لجان جهويه الى غير ذلك. لا ما تبدلتش سي لامام شوز، ناكد لك انه كيف كيف قاعدين نعيشوا فيه بشكل يوم. نفس الكامبين. اي نفس الكامبين ونفس نفس الحكايات هذه. ثم الطريقه الاخرى اللي هي انك تجيب شخصيات عامه عملت صيت، لانه السياسه مربوط جدا بمعرفه الناس بيك وهذه موجوده برشا. يعني احنا تو وقت نشوفوا في العالم تلقى عدد كبير من الممثلين، عدد كبير من الاعلاميين، عدد كبير من الناس العامه اللي فجاه يدخل للمجال العام. انا اعتقد اليوم هذا استعمال الخبره نتاعي والاعلام وخاصه اللوبيينج اللي موجود حولي اسهل برشا من انه نعود ونرجعوا من اول وجديد. وفي مش نرجع من صفاقس مثلا، اللي انا صفاقس عندي اكثر من 13 سنه ولا 16 سنه مانيش عايش فيها، دونك ما هيش تونس ما عنديش الباز اللي عندي في صفاقس مثلا. وانا نعتبر روحي في اي ولايه من ولايه تونس، اي معتمديه واي عماد نعتبر روحي وليت ولدها. اذا انا عندي اليوم الكارير ناسيونال اكثر من الكارير ريجيونال ولا لوكال. وعلاش رفضت انك تكون وزير؟ قلت انه المشيشي اقترح عليك وزير شباب ورياضه وقلت انه جاتك عروض اخرى. لماذا ترفض انك تكون وزير؟ لانها في الوقت الحاضر للاسف المعدل نتاع عمر الوزير تقريبا بين 6 اشهر وعام. وفي كل الحال الحقيقه نقولوا الحقيقه معناتها في 10 سنين اللي فاتت بدلنا 13 وزاره. عام اذا تالق. ايش قلت لك بين 6 اشهر. والله. من غير ما ننبروا على الوزراء. وانا ما حاجتيش بكلمه وزير في السي في معناها. انا حاجتي اذا نعمل حاجه يلزمها تكون في خدمه المشروع الاكبر. واللي هو مش حتى الرئاسه، الرئاسه حتى لو كان نهار كنت في رئاسه الجمهوريه ساكون في خدمه مشروع اعاده الهيكله وبناء قرطاج العظيمه اللي نحلم بها، ومش نحلم بها وحدي، نحلم بها كجيل معناتها اليوم.
الشباب اللي يدور وتحكي معاه هذاك اللي معمل عليه باش ينتخبك؟ لا مش وحده انا، ودايور قلتها وحتى عملت محاضرات في ملقا مثلا، انا نبحث عن التمرير الجيلي للمعرفه والسلطه. انا اعتقد انه الشباب عنده الجرينتا وعنده الانرجي الى غير ذلك، لكن اذا الشباب يعرف يجري، الكبار في السن كيفي انا واللي اكبر مني في العمر والخبره والقدر يعرفوا الثنيه. واضح. نزار الشعري قاعد تبني انت في صوره لهي بصورتك بخرجتك، معناتها فما فريق كبير قاعد يخدم لك. البيجي منين نزار؟ ما تقوليش من اشتراكات طلبة، ما أنا الأجوبة ذوكم ما نصدقهم. أولا تصدقهم ولا ما تصدقهمش، أنا ندعوك هاو قريبا عندنا زوز ملتقيات كبار في سوسة، واحد للتلامذة. ما نحكيش على الملتقيات، لا أنا نحبك تجي وتشوف بعينك باش تنقل صورة نتاع واقع، لانه احنا كيف نقولوا راهو الطلبه قاعدين يساهموا وهذا واقع. ثانيا انا الحمد لله كما قلت وتفضلت، ما الحمد لله معناتها مانيش ناقص فلوس وماهواش من نوع رد هكا، لا لكن وانما بنعمه ربك فحدث، معناتها مانيش باش نجي نقول لا وما عنديش ونبدا نعمل فيهم، لا مش صحيح. دونك الامكانيات موجوده الحمد لله. انت تعتبر روحك بديت من الصفر؟ انا بديت من تحت الصفر. تبالغ؟ لا ما نبالغش. مش تصنع ماضي كما السياسيين. لا أي. انا ماضيه موجوده على الويكيبيديا قبل ما نبدا نحكي على السياسه. اي بيان سور. دونك يعني العباد الكل، وهذا مش سر، يعني انا كيف بديت في اذاعه صفاقس بديت عمري 16 سنه 17 سنه وبديت من تحت الصفر، معناتها بديت بحلمه اي واحد من الشباب اللي يعرضوك ولا يبعثوا لك على انستغرام ويقولوا لك كيفاش نعمل باش نولي منشط ولا دبر لي كاستينج الى اخره. الكل يعني في النهايه كنا بدينا هكاك، يعني نسمه الصباح كان 60 دينار في النهار. 80 دينار. 80 اي 80 دينار، لكن نسمه الصباح جات 14 سنه بعد ما بديت. انا نسمه الصباح 2004. اي صحيح. دونك انا بديت باربع دينارات في ذات فيكس في الجمعه، يعني كنت نعمل روبورتاج في الجمعه. سي لا فيريتي. كنت كل ثلاثة اشهر، احنا كنا بيجيست يعني نبيجو مانيش متراسب، يلمونا نحن يسميوها ميموار، وكانت ينحيونا 5% روتونيو على سورس، توا ولات 18% تقريبا. اما اليبوك يجي يقول لي عندك 56 دينار مش نحيولك منها 5%، وانا فرحان اون بلوس. صحيح. علاش فرحان؟ على خاطر تو سامبلومون نعمل في الحاجه اللي نحب عليها. زوجتك دورة ميلاد، انت قلت اللي المرحوم بوها الله يرحمه وقتها قابلك، حب طريقتك في الخدمه، حب طموحك، حب كيفاش انت عندك طموح وتحب توصل. انا نعتقد انه شاف فيا روحه، على خاطر حتى هو بدا عكس اللي يتخيلوه برشا عباد. هو زاد جاء من عائله متواضعه، الوالد نتاعو كان نوتابل في القيروان وخدم في برشا بلايص الى غير ذلك، وتوفى الوالد نتاعو وكان هو مسؤول على عائله كبيره، وبدا من الصفر تقريبا. لكن الذكاء نتاع هذا الرجل وخاصه بدايات تونس في بناء المستقبل نتاعها وبناء الاقتصاد نتاع الدوله عاون. ولكن عزيز ميلاد اعطاه برشا مشكل للسياحه في تونس، عطى برشا الحاجات. ونعاود نقول انه للاسف تونس ما راتش به، احنا عندنا مشكله في الريكونيسونس، في الاعتراف بالجميل، راهو بلادنا ناقص اعتراف بالجميل للناس الكل، للفنان، للمهندس، للمعلم، ناقصين اعتراف بالجميل. يا اخي شنو يضرك انا كيف نجي نقول لك نوفل بارك الله فيك؟ انا كل مره كانت عندي نقطه مهمه في حياتي تعديت عندك في البرنامج نتاعك. انا نجم اليوم نأرخ لحياه نزار الشعري بالحصص نتاع لاباس مثلا، وانا شاكر ليك فضلك. صعيب عليا؟ مش صعيب عليا. اذا شكرا ليك سي نوفل الورطاني. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. برشا لموك في بيريود عرست، عملت زوز عروسات، عرس في صفاقس وعرس لتونس. لا مش زوز عروسات، احنا في تونس نعملوا سبع عروسات، سبع ايام وسبع ايام. انا عملت عرس في البلديه في تونس وعرس في الجامعه، يعني كتيبه تصديق في الجامعه. أي. في صفاقس. اي انا على السلامه خرجت تصاور الكل. ايوه نزار. طب شنو اللي ندلوجوا على التصاور على الواقع راك باش تترشح على الرئاسه؟ موجود موجود. أي موجود. موجود كل شيء. نزار شعري طوي صفحه الفقر نهائيا. الحمد لله. معناتها شنو اللي تنجم تقولوا للناس؟ نقولوا للناس اللي قاعد نقول فيه برشا للشباب نتاعنا، راهو كل انسان حتى ولو تخلقك فقير يجم يولي غني، ولكن بشرط واحد انه بالحق يخدم. احنا في تونس عندنا نقص كبير في الانتاج، نحب نوليو لاباس علينا واحنا قاعدين. يعني اليوم وقت تجي تشوف نوفل الورتاني هو قاعد يقدم في برنامج لاباس شو، محليه مهندم جو باهي، ايكيبات خارقه العاده، يتعدى في الحصه اللي كنا نحلموا بها الناس كل. احنا كيف بدينا كان نجيب الخطاب الله يرحمه حي، البرنامج اللي كانت كل اي واحد يدخل في الاعلام يحب يعمله هو سهريه السبت.
اليوم انت وصديقك صديق دربك هادي زعيم, هادي زعيم متعاركين على سهرية السبت اللي هو حاجة خارقة للعادة. شنو صار؟ نجحت اوكي, لكن شكون شاف انت وقت كنت في بنزرت وترسكي وتمشي في اللواج وتمشي وكيف تجيل تونس تبدا تتشحت في انترفيو وممكن وكيفاش دخلت المزيك, شكون شافه هذا الكل؟ حتى حد ما شافه. لكن الكل يجي يقول لك والله نوفل الورتاني عكعك حاله معاه. لا يا صديقي, نوفل الورتاني ونزار شعاري وغيرهم 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 خدموا. الحل الوحيد تحبوا توصلوا اخدموا, وهذه مش لغه خشبيه. برشا عبيد يقول لك تزينا بلا لغه, انت لو كان مش مرتك لاباس عليها راك ما صارتش. لا مش صحيح الكلام هذا. سأد بوكو, ولكن المهم اي بيصير اسئله عاديه وما تقلقش. اي طبعا أي. انا نقول اليوم لو كان عزيز ميلاد الله يرحمه ما شافش انه نزار الشعري ممكن يكون زوج لابنته كان ممكن راهو رفضك. راهو رفضك تو سامبلومون. واضح. يعطيك صح, بارك الله عليك. نحكي تو برو نخدموا, بارك الله عليك. يلا وترينين عليها فوالا. لا 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 متريني ونشوف في فيديوهاتك قاعد تخدم في خدمه هايله برشا. نمشي توا, مازالوا سته اسئله اخرين مع بلال المساوي المحقق. بلال نزار الشعري, مرحبا بك في فقرة محق بلال. مرحبا. فقرة فقرة سامباتيك. راسا راسا. سامباتيك. باش نسألك شوية أسئلة, أنا نعمل على رحابة صدرك وصراحتك المفرطة فهمني وسع بالك شفتو. جبت معايا برشا صعب. دونك باش نبداو نزار, البريود الأخرى ناشط مصلي يعني بعليك, قاعد تخدم في حملة انتخابية مبكرة برشا فهمني. رأي نحترمه. واحدة واحدة. أما قاعد تعطي في تصريحات وتعطي في حقائق أكثريتها مغالطة. قلت مثلا كيفاش؟ فيما قلت وقلت انك خرجت من الموزايك, انك بطلت من الموزايك وصيف فات التجربه ومشيت تشوف في حاجه اخرى, خاطر انت انسان تحب التجارب وتحب تجرب وتحب كذا. لكن بالضبط ما قلتش هكا, مش ما نخرجوش من السياق. لازمنا نبداو فاهمين حاجه عند المحقق بلال. أيوة. انه ثم حاجه في الاتصال اسمها السياق لو كونتكست. اذا تخرج حاجه من السياق نتاعها وهو الحال هنا تولي مشكله اخرى تتفهم اوترمون, وهذه حقائق انت ما خلطتش عليها محقق بليل. انت وقتها كنت تتذكر ما زلت في الثانوي. ماني انا محقق بليل نمشي نلوج عليها. لا هذه مش صحيح اللي تقول بيه. دونك خلينا نقول لك, انت من موزايك ما خرجتش برضاك, انت تم تخلي عندك موزايك ونعطيك الفتره بالضبط بعد كوب دافريك, خاطر طلبت زياده في الشهريه, الشيء اللي خلى الاداره تتخلى عليك, وهذه هي معناها مش انت غادرتها عن طواعيه بل هو تم التخلي عليك من موزايك. يعني في النهايه اولا انا ما حبيش نقول اضطرت يا سيدي. برا اضطرت شنو المشكل؟ يعني ماذا سيغير في التاريخ؟ انا خرجت ولا اضطرت؟ فما فرق. لا لا كيف كيف؟ يعني في النهايه انتهت التجربه وانتهت بشكل عنيف وسيء للطرفين. وانا وقتها عملت صفحتين في جريده معروفه, وقت للاسف ما عادش ثم برشا جرايد, وقلت انا علاش معناتها خرجت من الموزايك. مانيش باش نقولوا تو يتعرف بعد 20 سنه, تو اللي ثم 20 سنه لازم نقولوا عليه بكل بساطه, لانه انا خدمت في عام كامل في موزايك. احنا بدينا معناتها قبل الافتتاح, الافتتاح كان في نوفمبر 2003 تقريبا. انا التحقت بالفريق في افريل 2003, التحضيرات الخدمه استوديوات الدنيا وكذا وكذا من اللي بنيوه من الرعيل الاول قال الاخر. وثم اتفاقات صارت, ثم اتفاقات يعني ثم اتفاقات مهنيه صارت انه مش نخلص كذا بالشكل الفلاني, ووقع تصبيري بشكل معين الى اخره الى اخره, وما صارش بعد عام كامل. يعني انا وقت جيت وقت وصلنا بعد الكوب دافريك, داير الكوب دافريك كانت واحده من الحاجات اللي لانسيت موزايك وترشقت موزايك. انا ثم ثلاثه حاجات اللي لانسوا موزايك في الوقت هذاك, موت ذكرى محمد الله يرحمه, وفي 30 ديسمبر عملنا هذيك الام سي سي ميوزك لايف, ومن بعد لو جرون معناها الكوب دافريك هذا كاس افريقيا الامم اللي انتصرت فيه تونس ضد كل الانتظارات. دونك مجله التلفزيون اللي هي مجله نتاع اثاره وبوز تمام, بمبرر او بدون مبرر تماما. علاش قصيت السيت نتاعها؟ شو تحب تخبي؟ خايف لنهار اخر تولي رئيس هي. يقولوا شوفوا رئيس تونس ايش كان يعدي, شوف ايش كان يخدم. شوف انا مش نعطيك سر قد بالك تقولوا الانترنت ما تفسخش, ثم دي سيت
اللي موجوده الارشيف موجوده، احنا السيت تنحى لانه بكل بساطه اليوم نعتقد انه المعلومه لازم تكون على لي ريزو سوسيو. بكل بساطه اليوم انك باش تتعب باش تجيب عباد للسيت نتاعك سي اون استراتيجي بلوتو كوميرسيال. ما ندمتش على الاغلفه اللي كانت خرجهم با دي تو، بالعكس الاغلفه نتاع تونيفيزيون خلقوا جينيراسيون كامله نتاع دي ماجازين بعد تونيفيزيون، قوينا في نسبه الحريه اذا صح التعبير، وما عملناهاش كان في الاغلفه. يعني تونيفيزيون كانت عندها نسبه حريه قويه في الطرح نتاعها، في السيت نتاعها، في لي ريزو سوسيو نتاعها، كنا ديما ترند ستر ما يعبر عنه سابقين شويه. اذا لا، ومانيش نادم على اللي عملناه الكل، حتى لو كان نرجع رانا نعاود نفس الحكايه. لا تعجبني الصراحه، انا في خدمتك يا باشا، امورنا كبير. باش نحكيو شويه على حياتك العاطفيه. العاطفيه والفازات وكذا. اي نزار، انت متزوج تماما، اما فارق العمر بينك وبين زوجتك تقريبا 15 سنه. تقريبا 15. شنو عوضهم ال 15 سنه؟ ركز معايا، صغر سنك ولا ثروه المدام؟ الزوج، الزوج. الرسول صلى الله عليه وسلم اش قال؟ قال كنت الله صلي عني عليك، معناها حتى باش تعطي اي تبارك الله. اش قال؟ تبارك الله عليك نزار، صلي عليه، صلي في الف ولا يزيد. قال كنت فقيرا فاغناني الله بك يا خديجه، انا ايضا كنت فقيرا واغناني الله بزوجتي، والف حمد وشكر وبارك الله فيها. والله تعرف حلالا زلالا بلالا. دونك كل ما يتحكي على مصادر تمويلك. على شنو؟ مصادر تمويلك. اي انا تقول شركاتي شركاتي وانا ونخدم وشركاتي وشركاتي، هو في الحقيقه شركاتك ماهيش هيك الشركات اللي القوية برشا كيما انت مصورها. صحيح. اي نعرف نبيع انا. تعرف وذاك اللي ناقص. انا داير نقول انه الشعب الامريكي القوة نتاعو انه شعب يبيع بالباهي، احنا التوانسة ما نعرفوش نبيعوا. اليوم الي طون انه نخرجوا جينيراسيون جديدة تعرف تبيع البرودوي، البرودوي لازم يكون شخص. تكون تبيع في الوهم؟ لا لا، شوف اولا ما ثماش حاجة اسمها وهم، الحقيقة في الماركتينغ نيكزيست با، بيرسبشن از ذا تروث. ما ثماش حاجة اسمها حقيقة، الحقيقة متعددة الأوجه. وثم برشا عباد يقول لك الحقيقة هي وقت جيت للتلفزة راك لابس ماسك، وأنا توا لابس ماسك عامل كرافات يلزمها تكون بلونوي، شو اسمها كرافات روج على كوستيوم بلونوي، وحاطط لهنا البينس نتاع قرطاج الجديدة. قاعد نمرر في كل حاجة من الهيئة نتاعي مساج واضح. إذا يلزمنا نقولوا للشباب خاصة اللي يتفرج علينا، راهو اللي تفرجوا فيه الكل اتس ذا ماتريكس، اخرج من المصفوفه، ابني حياتك بعيدا عن الاوهام اللي نسربوا لك فيها في التلفزه وفي الراديو. دونك في شركتك بيان سور يكون اقوى شركه ناجحه عملتها هي شركه الزواج. ايوه علاش لا؟ هي اكثر شركه دخلك في الفلوس تو. شركه من الشركات. اخر سؤال. تعرف انه الزواج يتعمل بعقد. بيان سور. هو شركه من الشركات. اخر سؤال. والقوه نتاعك انه الشركاء يكونوا متفاهمين لدرجه انهم يبنيوا مع بعضهم مشروع مستقبلي ويتعدى. ان شاء الله نشوف المدام تكون السيده الاولى ان شاء الله. علاش لا؟ ان شاء الله هي السيده الاولى في قلبي على بيان سور. تو اخر سؤال تو الاخرانيه هيك انت فضت هيك ومن غير من غير اخر سؤال نزار، بنتك اليوم ايوه كي تدخل تقرا ايوه ويجي المعلم ولا الاستاذ يعطيهم نص ورقه يقول له عرف اسمك، اسم الاب، اسم الام، مهنه الاب. تتصور شنو تجب تكتب؟ منشط سابق، مرشح للرئاسه مستقبلي، ولا رجل مما؟ في كل الحالات ما تكتب حتى واحدة من هذوما، على خاطر هذوما بعيدين على مخها، ما زلت صغيرة سليمة هيبة الله اللي نبوسها برشا. أنا أعتقد تقول لهم بابا معروف أكاهو، هذه هي كيفاش عرفتني بها. دايور للأسف ثم برشا إشاعات وتمسنا العائلات نتاعنا. نهار جاتني قالت لي بابا شبيك مكروه ياسر، صحابي جاوا قالوا لي راهو الناس كل فيك وأنت مكروه ياسر. قلت لها شكون أصحابك اللي قالوا لي؟ قالت لي فلان وفلان. قلت لها نستدعاهم نهار الأحد الجاي باش نعملوا فطور صباح مع بعضنا الناس الكل. ومشينا لبلاصة وشافوا قديش العباد تجي تتسلم عليا وتتصور معايا واحد وكل شيء. وخرجوا قالوا لها علاش العباد تكذب على الوالد نتاعك؟ انا نقول انه كما مره اخرى نقول لك للحقيقه، ولا يقول جيرار جينيت سيت اون كيستيون دو فوكاليزاسيون، حكايه تبئير. انت اللي تشوفوا مثلا حاجه باهيه غيرك يشوفوا حاجه متوسطه ولا حاجه خايبه. شكرا لك. كهوفا كهوفا خلينا نزيدوا شويه اسئله. كهوفا ميرسي بوكو. بارك الله فيك. ميرسي بوكو. يعيشك. اكسلون ترافاي. ميرسي بوكو. شكرا لك نزار الشعري. هذه عملناها باسلوب نزار بور لينول، معناتها اسلوب عائلي باش الناس تفهم. حبينا قاعد نشوف فيك وشفت التورني اللي عملتها حوارات ستركتور جديده، شاب عنده غزره جديده. شاب انت ولا كبرت؟ مازلت شاب. احنا بال كهل. كهل. كهل كهل. عندك غزره جديده وعندك ثنيه تحب توصل لها، طموح
يلزم الناس تحترمه بصراحة، يعطيك الصحة. نخلي لك كلمة الختام نزار. كلمة الختام، أنا اليوم برشا يسألوني إيش مش يصير في تونس، نقول لهم راهي تونس أحنا، وإذا نحن اخترنا مع بعضنا ونمشيو في ثنية باهية رانا مش نمشيو في ثنية باهية، وإذا اخترنا باش نبلبزوها بين ظفرين راهي مش نبلبزوها. إذا نحاولوا مع بعضنا نفهموا أنه المستقبل يتبنى بأفكارنا وبخدمتنا، ونخدموا مع بعضنا الناس كل، وربي يحفظكم وربي يحفظ تونس. يعطيك الصحة نزار الشعري، شكرا. ربي يوفقك. ميرسي بوكو. شكرا لك. تحب تربح الكهرباء بعث على 85 840، تربح السوزوكي سويفت من اهداء لبس شو. فاصل ثم نعود.